اسطنبول عاصمة الخلافة العثمانية السابقة، تكتظ شوارعها وأزقتها القديمة بالعديد من الجنسيات، وخصوصاً في السنوات الأربعة الأخيرة مع ما يسمى بثورات الربيع العربي التي فشلت معظمها في تحقيق أهدافها من حرية وعدالة اجتماعية، فلم يجد المواطن البسيط وخاصة العربي أقرب إلى طموحاته من تركيا، خاصة وأنها كانت وما زالت قبلة المستضعفين في الأرض. فيلم وثائقي جديد يرصد حالة الفنانين السوريين المغتربين عن أوطانهم، وما بين آلامهم وآمالهم تحركت الكاميرا لتسجل حالة سورية واعدة. يحيى شاب سوري كان يأمل في أن ينقل خبرته وتعليمه إلى أبناء جلدته، لكن الثورة على النظام الأسدي لم تمهله، فانتقل إلى إسطنبول علّه يجد ما ينسيه من مرارة الحرب في سوريا. أنا مدرس لغة إنجليزية وعلم نفس في جامعة خاصة هون في إسطنبول. انتقلت على المدينة من فترة 3 سنوات و عشت بثلاث أماكن مختلفة بهاي الثلاث سنين. الأول كان في الطرف الآسيوي، وآخر مكانين كان هون في هذا الطرف. طبعاً بحكم عملي بالجامعة كان عندي وقت زيادة دائماً، وقت فراغ، فهذا الوقت كنت أخصصه دائماً لنشاطات مختلفة. النشاطات اللي كنت أركز عليها هي نشاطات إنسانية درجة الأولى، مثل تنظيم فعاليات خيرية. طبعاً نتيجة هاي أو المصاري اللي كنا نعملها من تنظيم الفعاليات الخيرية كانت تروح لمنظمات إنسانية، منظمات غير نفعية وغير حكومية، تعمل بإسطنبول، تعمل في جنوب تركيا، جنوب شرق تركيا وشرق تركيا. وحتى في البداية كنت أنظم حفلات خيرية وأبعت لمنظمات كانت تعمل في سوريا مع اللاجئين السوريين داخل سوريا أو المهجرين داخل سوريا. الطرف الثاني أو الفعاليات الثانية اللي بعملها أنا بوقت الفراغ في فعاليات أدبية، مثلا أنا يعني بكتب شعر، بكتب قصص قصيرة، مسرح. فشاركت بأكثر من فعالية أدبية ولكن ليست رسمية، يعني تنظيمات شبابية، يعني أمسيات أدبية بيسموها في إسطنبول. وآخر شيء اتجهت له هو عمل الفيلم الوثائقي. لم تكن ميول يحيى وأمنياته بمعزل عن أصدقائه الأتراك، فشاركوه أحلامه وتوجهاته الإنسانية. وللحديث عن الفيلم الوثائقي التركي السوري التقينا ومخرج العرض السيد بلال علي رضا ليحدثنا باستفاضة عن أحداث الفيلم. الفيلم بيحاكي عن معيشة الفنانين السوريين بإسطنبول. الهدف كان من اختيار مدينة إسطنبول شيئين. الهدف الأول والأساسي إنه الإعلام يعني بشكل مستمر اتجه نحو فكرة سيئة تجاه السوريين، يعني إنه السوري يعادل اللي بنشوفه دائما كل يوم في الشارع، في الأزقة، في شوارع إسطنبول يعني. فهذا يعني هذه الفكرة تضخمت بالذات بين الشعب التركي والشعوب الشرق الأوسطية بشكل عام. فقبل سنة تقريبا نفس هذه الأوقات قررنا نصور فيلم. أنا من الحجاز، بكوني أني حامي الثقافة العربية وأصلي من تركي، فكان سهل بالنسبة لي أني أتعامل مع الموضوع. يعني كتبنا المشروع وبلشنا نشتغل فيه وصورنا حلقة واحدة، واليوم ثاني يوم من تصوير الحلقة الثانية، يعني أعطينا فاصل سنة تقريبا. السبب الثاني إسطنبول، أنا شايفه يعني فريق العمل كلنا شايفين إنه إسطنبول هي آخر مدينة تبقيت في الشرق الأوسط ممكن نحكي عنها، ممكن تواجد أو تتواجد فيها جميع أطراف الشرق الأوسط كلها. عاصمة ثقافية مهمة، ما في حدود مرئية،
بين الأطراف الشرق الأوسطية والعناصر مذهبية كانت أو عرقية أو أي شيء. فهذا الفيلم يعتبر نداء بسيط متواضع، يعني أنه لنجتمع في اسطنبول، نكمل مسيرتنا في اسطنبول، يعني لأنه مع الأسف الشديد لم يتبقى يعني لا بيروت ولا قاهرة ولا بغداد، العواصم أو المدن اللي تعتبر أخو لإسطنبول أو المدن اللي توازي إسطنبول. فهذه كانت فكرة إسطنبول يعني تحديدا. أحلام السوريين لم تبددها البراميل المتفجرة ولا الطائرات التي تقصفهم ليل نهار، فكانت الهجرة لبلاد أخرى والبحث عن مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم هو الهدف المنشود، حتى لو كان عبر البحار التي تبتلعهم كل يوم. يعيشون في بيئة غير بيئتهم، يتفاعلون مع الحدث بأقلامهم وألوانهم، يكتبون ويرسمون ويغنون، برغم جراحهم يصنعون مستقبلاً ملوناً. لبرنامج الألوان السبع رامي عبدالعال، صمول.